أهلا بكم إلى أخبار الجزائر، والبداية بأمن ولاية مستغانم الذي تمكن من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب، حيث مكنت العملية من حجز أزيد من 100 دراجة نارية مفككة أغلبها محل بحث من قبل الشرطة الدولية. كشف وزير التجارة الطيب زيتوني عن تخفيضات تصل لنسبة 10% على بعض المواد الغذائية خلال شهر رمضان. كشف رئيس الفيفا إنفانتينو عن دورة ودية جديدة ستجرى خلال التوقف الدولي القادم، وستشارك فيها الجزائر باحتضانها للدورة بين 18 و 28 من مارس، حيث سيلعب الخضر بطولة مصغرة إلى جانب جنوب أفريقيا وبوليفيا وأندورا. كشف وزير الصيد البحرية أنه تم تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية من المنتج إلى المستهلك خلال شهر رمضان على المستوى الوطني. تمكنت مصالح الدرك الوطني بالجزائر العاصمة من توقيف 5 سواق متهورين قاموا بمناورات خطيرة عبر طرقات العاصمة ونشر فيديوهات مناوراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. نهاية النشرة وإلى اللقاء.